تفضلي. مشكور يا غالي، بعرف ادرس. افا فشليني يعني؟ صار لي ساعه بالمطبخ. يلا عاد يلا عشان خاطري. ماني بصدقي، ماني بصدقي يا غالي، امي تطلع عايشه؟ ليش؟ ليش يا غالب؟ أنا حرم منها طول هالسنين، ليش؟ ما علي يا منال، ما علي. الحين أنت تعبانة، ارتاحي وصير خير إن شاء الله. لا يا غالب، أنا لازم أشوف أمي وأعرف منها السالفة كلها. إن شاء الله إن شاء الله بتزورينها، وأنا اللي بوديك، بس الحين أنت ارتاحي. غنوم، شو تسوي الحين؟ جبتي الهيس؟ يبا أنا جاي أطمن على منال. تطمن على منال؟ أي أكيد يا هي تطمن على منال، وتطمن بعد على ولدك اللي في بطن منال. يبا ايش قاعد تقول انت؟ ايش قاعد تقول؟ ارحمنا وارحم نفسك من هالحكي. ارحمكم؟ وانتوا ليش ما ترحموني؟ مو حرام عليكم؟ مو حرام عليك انت يا هذي تقصون علي وتسوون اللعبه في ايديكم؟ شفتوني ريال كبير قاعدين تقصون علي؟ بس بس ابو غانم خلاص، طلقني يا ابنك، طلقني. تبين تطلقي؟ معلوم تبين تطلقين علشان تعيشون يا بعض. يبا خلاص تكفى، بس خلاص انا بهد البيت وبمشي. تاك وين تهد البيت؟ ما تطلع من البيت ولا تشبر خطوه واحده. انت اللي تصرف لهذا البيت، هي اللي تترك البيت وتطلع. أنت ما تقول لي ايش تبي من الريال؟ قعدنا للحين. صالح انا سالت عنك. سالت عنه؟ من سالت؟ سالت عنه ناس يعرفونه زين. يا خالد صالح رفيجي، يعني صار ابن عمي، وبعدين البنيه اللي بيتزوجها اختي مثل ما هي اختك، وانا اخاف عليها مثل ما انت تخاف عليها. الكلام هذا اللي تقوله مو موضوعنا الاساسي يا ابراهيم. يبا اللي تامرون فيه انا حاضر. ما يخالف الحكي هذا بعد مو وقته. عين متى وقته؟ اصبر يا ابراهيم، اصبر اصبر، وانت تعرف كل شيء. صبرنا سكتنا بس خلصنا، ترى ورانا شغل، احنا ناس مو فاضيه ترى. صالح سم سم الله عدوك. ما ادري ايش اقول لك، بس بصراحه اختي ابتسام تعرضت لحادثه وهي صغيره. ما تشوف شر. ايش فيكم انتوا؟ هذا يقول تعرض حادث وهذا يقول ما تشوف شر. يبا يقول لك وهي صغيره، مو الحين. وبعدين انت الريال ما جاي خطب، ما يبي يعرف تاريخها، متى دشت المدرسه، كم قلم رصاص برت، مخلصنا. انت ايش تبي من الريال؟ فكنا. ابراهيم الريال جاي خطب، يبي يتزوج، يعني لازم يعرف عن الحادثه اللي قاعد اتكلم عنها. يقول شو السالفه؟ صالح الله كيف يا صالح؟ صالح ما لك كلام. خالد صالح يا صالح، انت ايش هالحقاره اللي انت فيها؟ صدق ما تستحي على وجهك كذي تقول عن اختك بس علشان صالح لا يتزوجها؟ الحقير. خالد انا عارف شلون راح احرق قلبك. منى أنا تعبت، تعبت ما عدت تحملها ولا تحملها الشك. بس يا منى أنا تحملت، لا تعبت. حياك حياك حيا الله المعرس. تفضل تفضل. مشكور عمي. تفضل حياك حياك. يا هلا يا هلا يا هلا. منال انت ايش جاية تسوين هني؟ يبا أنا إيه أنت جاية تحضرين عرس أختك؟ ما عليه يبا ما عليه. إنزين حجي يلا إن شاء الله نلحق على الملاج. إن شاء الله إن شاء الله. لحظة بس أجيب العروس. وش فيك واقفة لي كأنك عظم في البلعوم فتشة يعني ويدي؟
بسعباتك. ليش؟ اقول اجلب سعباتك خلصيني. ان شاء الله ان شاء الله. تحركي بسرعه. ان شاء الله يبا ان شاء الله. يلا يبا لما نروح. رايلك انطرج. ها؟ رايلي؟ ما تكفى. يبا ولا يسلمك. ها؟ رايلي؟ امشي قدامي. يلا 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 بنعم يلا بنعم يلا تحرك تحرك تمشي قدام يلا شدة يما شدة بطلي الباب شدة شدة بطلي الباب يا يما انزين قولي حبيبتي يعني انت علي امك انت حكيني انا بنتك ولا بنت راشد بابرت علي شدا شدا بطل الباب يا يما شدا بطل الباب يا يما فتي الباب ردي علي بطل الباب شهدة حبيبتي ايوما ردي علي انا امك حبيبتك ردي علي كلميني شهدة ما اظن يرد مره ثانيه ما اظن الله يستر من اللي يعني حتى ابراهيم اخوي صالح مو مصدقيني عبارهم اني انا مؤلف هالقصه لاني اتحجج لاني مو موافق هالزواج ما الله كاتب هالزواج يتم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم يمكن هالشيء بمصلحتي على قولتك يما شكله ما له نصيب انا اصلا حتى يوم سالت عنه قالوا لي انه انسان مو عادل متندمت اني قلت على موضوع ابتسام بس شو اسوي؟ هذا شرطها اي. ايش فيكم من طلع المعرس وانتوا قاعدين بروحكم؟ ها بشرب ايبب؟ مدى؟ انت كل شيء تغش مرايه فيه؟ ابتسام ليش واقفه بعيد؟ تعالي قربي يبقى تعالي. انا مو ناطره النتيجه لاني عارفتها. اي نتائج؟ احنا قاعدين بامتحانات؟ ندى وبعدين معاك؟ ابتسام حبيبتي ما حد ياخذ الا نصيبه بالدنيا. يما انتوا فاهميني غلط. انا مو زعلانه على العريس اللي راح. انا في حياتي ما فكرت في الزواج لاني اصلا ما اقدر احلم في اني انا اكون عروس. شو السالفه؟ انا مو فاهمه شيء فهموني. تفضلي تفضلي يا عروسه تفضلي هذه الفيلا ان شاء الله تعجبك وبس ما عليه فرش فرشنا بسرعه بسرعه بس ان شاء الله يطلع الفرش على ذوقك لا هالفيلا ولا هالفرش يهموني ولا حتى انت بعد تهمني عيل من اللي همك خالد عدل
شوفي انا راح انسيك خالد اذا مو بالطيب بالغصب. الشيء هذا ما راح تقدر عليه لان خالد بقلبي. سمعي الاطراق هذا نفس الاطراق اللي اعطاني اياه خالد علشانك وانا رديت لك اياه. اعتبريه فقدين او بالاحرى اعتبريه هديه حق اول يوم عرسك. زين سويت بصور زين يوم انك انحشت عيلان يورطوني يقولوا لي كانت صغيره وايش دراني كانت صغيره ايش دراني لا لا يقصون عليك هذين انا اعرفهم زين هالاجناس اعرف سوالفهم زين او مصلوح تحصل البنيه هذه حبت لها واحد وغلطت وياه وقاموا الفوا السالفه عارفهم. لا تخاف علي ابو غانم انا صالح على بالهم بصدقهم. ايش قاعد تقولون يا اخي؟ حرام عليكم حرام عليكم، شلون تتكلمون باعراض الناس؟ غنم غنم ما يرد شوي معصب وياكيد زعلان زعلان اني انا طردت منال. ليش طردتها؟ يا الله شنو ليش طردته؟ تبغى اخوك يطلع مغفل؟ صدق اشرف بس مو مغفل يعني عقب ما عرفت ان الولد اللي في بطنها مولدي تبيني اخليها؟ انا اطلقها بعد. لا يا ابو غانم لا، ترى منال خوش بنيه شريفه. ايه انا ادري فيك صاحبي تبي تواسيني ما تبي تكدرني ادري، بس انا اقول لك وضوح انا هذه الحرمه ما بيها خلاص عافى الخاطر. انا ماشي. وين 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 وصلوا تو الناس؟ احس اني متضايق بختنق. وصلوا تعال عفا عليك ليش تختنق؟ وصلوا 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 ما يرد زيتين ما ينام ولد حالات ابي يقصون عليه يزوجونه وحده مثل اللي عندي. يا سلام والله البنات هم ثقيل امهم قطتهم على كبدي وراحت. وين راحت يا يبا؟ منال انت للحين هني؟ ليش ما رحتي بيتك؟ الوقت اخر يا يبا، قلت باكر الصبح اروح البيت. زين روحي داخل خمدي لباكر يلا. سمعي باكر من الصبح تردين بيتك فاهمة؟ حاضر يا يبا. ما ادري متى ارتاح منكم وفتك يبا. واحطبه على الرقبة تقطع العصبة ايش تبي؟ يبا امي ماتت؟ انت ايش فيك اليوم؟ شلي يا بطاري امك على بالك؟ لا بس تذكرتها. امك البقى براسك الله يرحمها. امك ماتت ماتت من زمان. يبا في شيء؟ ها؟ ايش فيني؟ ما فيني شيء. عين تصبح على خير. منال عباتك عندك؟ ايه كاي. لبسيها يبا. ايش حقي؟ وديك بيت رايلك. الحين؟ لا الحين. على هاي حالة على هاي. هاي سوالف ريايد. اكل لي لقمه انا غلطان قبل لا اطردها كان خليتني عشاء
بس يلا وين شو يسوون؟ اي وين تبي؟ يا انا مو مال هالسوالف هذه، ايش حق طردت هذه؟ راح اشوف لي مطعم وايد ابرك. غانم مساك الله بالخير يا ابو غانم. اوه هذيل وين طلعوا لي انا هذيل؟ وين العزم يا ابو غانم؟ انتم خليتوا فيها عزم انتم. اي عزم اي خرابيط. ميت يو حالتي على الله، رايح اشوف لي مطعم اتعشى اطعم. مسامحة المسامحة يا ابو غانم، اخرنا منال عندنا في البيت، لكن ولا يهمك. يلا روح روح يسوي عشاء حق زوجك. يلا وين تروح؟ وين تروح؟ ما بي انا ايش فيك ما تفهم؟ ما بي تطبخ لي ولا بي اتعشى من ايدها. انا رايح اشوف لي مطعم اتعشى هناك. لا حول ولا قوه الا بالله. شلون طريق؟ يلا يلا ما ابغى اسمع شيء. يلا روح اسوي عشاء حق رجلك. افا عليك افا عليك بس يا ابو غانم، مهما كان هذه زوجتك. من يقول زوجتي؟ من يقول زوجتي؟ على كيفك زوجتي؟ خلاص يبا انا ما بي بطلقها. فال الله ولا فالك، الله يكفينا شرك يا ابو غانم، ما توصل لهالمواصيل، شنو تطلقها؟ اذا بنتي غلطت في حقك، انا مستعد اكسر لك ضلوعها واخليها تحبك على راسك وريلك. شوف ما تحبني على ايدي ولا راسي ولا ريولي، انا مو قاعد لكم هني شو يسمونه، بعدين خلاص انا ما بيها، كسر ضلوعها من وراي، وخلاص اخذ بنتك ولفوا. وفكوني من شرقم. يلا شو اللي صاير بينهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه شلون أتفاهم معاه؟ سكران مالي إلا باكر أتفاهم معاه. حسبي الله ونعم الوكيل، يا من شراله من حلاله علّه. هذا شو يسوي بالمطبخ؟ شو الأذية؟ حتى ريحة البيت متروسة من هالمخياس اللي شربه. Thank you.
باي. قوم 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 معي قوم. منو؟ أنا غانم. غانم؟ إيش تبي غانم؟ قوم قوم معي قوم. وين خلني بنام؟ قوم قوم بروح البيت قوم معي قوم. قوم قوم. خلني أكل. يلا قوم يبا قوم قوم. يلا يبا يلا. وين أروح؟ تعال معي. مصاب النعالي إيش فيه؟ شو بيت العم راشد؟ ودني البيت، انا بروح البيت. البيت ان شاء الله يبقى ان شاء الله. اول شيء اروح بيت العم راشد، لين اروح البيت. يا ذبحت انت يا عمك راشد هذا، انت شفيك تراك راي سوالف، ليش ما تسمع الكلام؟ ودني البيت، انا بروح البيت، بروح اشرب. يبا منال، منال ماتت ماتت. منال ماتت؟ منال ماتت؟ ليش يا غنو؟ ليش ماتت؟ ها؟ ما يرد. تستاهل العزاء مو انا، انت مو حبيبها. قوموا يا جماعه قوموا قوموا، عز ولدي قوموا، ترى هذا حبيب زوجتي. يبا ايش فيك؟ شب اقول لك شب. اسمع عاد يا راشد، ترى بنتك ما ماتت، بنتك انتحرت. اي انتحرت لما انكشفت انها حامل، ومو مني، من ولدي. حرام عليك انت، انا ابوك ما تستحي على وجهك، حد يخون ابوه ما تستحي انت. بنتك انتحرت ما ماتت، بس بس خاف الله بس. وانت ايش قاعدين؟ برا برا برا، ما في عزاء. يلا برا، ما عندي عزاء، لا عزاء للسيدات، برا. حسبي الله ونعم الوكيل. والله يا زول حسبي الله ونعم الوكيل، ما عندي عزا. قوم قوم انت وولدك، طلعوا برا، قوموا برا برا.
برا ما عندي حد، حسبي الله عليكم. حسبي الله ونعم الوكيل. يا معود اي معرس معرس طلب ويهي. خير صاير؟ امس اخذتها منال انتحرت. منال انتحرت؟ اي ما عندك خبر؟ لا الديره كلها تعرف. شلون وليش؟ شلون؟ يقول لك ولعت بنفسها بالشقه وبقت هي والشقه. ليش؟ وراها سالفه كبيره. بغانم ريلها اكتشف انها حامل. لا وحامل من ولده قانم. لا لا انا اترخص. الله يرحمه. مرحبا مرحبا على بيته ولي عايشة. حبيبتي احنا كلنا نعرف اخلاقكم، انا مربيتكم مثل امكم. شكرا لك. الله يرحمه. خالد يما عزب منال بيصير عندنا في البيت؟ لا ما حد بياخذ عزب بنتي غيري. عزب منال بيصير هني في بيتي. السبب اللي خليت منال تنتحر. منال ما لها عزة ابد، ما لها عزة ولا بيكم تسوون لها عزة في بيتكم، فاهمين؟ استريح استريح ولا تصارخ، استريح خلنا نتفاهم. ماكو تفاهم، العلم وصلكم وخلاص. لا يا راشد بسوي عزة. قبل تحديتيني يا لطوف وطلعتي عن شوري، لكن هالمرة ان سويتيها وسويتي العزة في بيتكم لفضحكم قدام خلق الله، وتعرفيني اسويها انا الحين خلاص ما عاد يهمني شيء. ارجوك ارجوك يا راشد خلني اخذ عزة بنتي. بنتك نسيتيها وهي عايشة، انساها وهي ميتة. خلاص يا لطيفة خلاص يا يبوي. شنو خلاص يعني ما اخذ عزة بنتي؟ انت ما شفتي راشد هالمرة؟ راشد ياي وعيونه كلها شر، في داعي الفضايح. لا ناخذ العزة وفكينا. عزة بيتي ما راح يصير، احنا تونا متزوجين، ايش هالفال هذا؟ انا اسوي عزة بيتي؟ ارجوك يا ابراهيم هذه اختي. اختي؟ تدرين اختك شو مسوية؟ ولا ما له داعي اقول لك. ابراهيم لو سمحت اختي لا تغلط عليها. اختك هذه فضحتنا بالديرة، سيرتها بكل بيت بكل دوانية وتقولي لي اختي اختي. الله عليك وعلى اختك. حالتنا حالة، وين اروح اشرب انا الحين؟ ده الشوارع رايت ما ادري. بعد انت يا ابو غنم يا ودك مكان فاضي يعني وسط السوق. تعبت وشلون اصب لي بيك؟ مرحبا. ما يردون. انا ابركت فيت من حرمه ماتت ما ادري انتحرت وحرقت البيت وياها. لا بيت وين اروح؟ هاي الشوارع كذي. زين كذي منالو؟ زين كذي منالو؟ ما ترد. وين اروح انا الحين؟ وين اروح؟ تعبت انا احوط من الشوارع. ما
ماكو غيره. أو ماكو إلا الطب عليه الحين في البيت. إيه ماكو غيره. عدي. لا لا تكسر شيء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عزمت ان شاء الله تصير جارنا. ان شاء الله وياك اخوك ناصر الغالي ابو خالد. والنعم. وانا راشد عبد الله. حياك الله. هذيل بناتك؟ ايه بناتي منال ومنى. الله يخليهم. خلاص يا جار، انت اليوم معزوم على الغداء عندنا، انت وزوجتك وعيالك. مشكور وما قصرت، جزاك الله خير. لا وبدز زوجتي وخالد علشان تساعد ام عيالك. ام العيال الله يسلمك ماتت. هذي اللي بيتربون مع عيالي، لا تنسى انهم بنات وبحاجه للام. اللي تشوفونه. يلا يما، يلا حبايبي حتى تلعبون ويا اخوانكم. يلا ابو غانم. هلا. ايش تبي؟
ايش تبي انت يا اخوي؟ انت انت اللي طالعني عندك، ايش تبي انت اللي بيتي؟ اي والله ايش دعوة، هذا استقبال، هذا الله يخليه. بغانم بيتي لا تطبه مرة ثانية. وانت بين هيك يعني انت تبين هيك في الشوارع الله يعني. وانا ايش دخلني فيك؟ لا انت من هلي ولا انا من هلك. شوي شوي علي تصير بطل. اشتاوى ذبحتني يا اخوي. هي نسينا الحين نسيمة، نسيت هذاك الخروف يوم ايبا واخذ بنتك. نسيمك انا يا اخوي. قوم اطلع من بيتي. ماني طالع من البيت. ما تعته وانا كله طالع ما عندي مكان، بقعد انا هني. بعدين اذا تسوي لي عشاء ترى تسوي فيني معروف، انا عطشان وايد. انت شنو انت؟ انا بني ادم. زين قوم يا بني ادم اطلع من بيتي من غير مطرود. وين اطلع؟ وين اتفضل؟ وين اروح؟ ترى انت شوف اعطيتك وايد، انت ريال ما تنعطوي بصراحة. مسختها. شوف اذا تبيني اطلع من البيت روح دبر لي بيت يا اخي، مو بنتك هي حرقت بيتي. فوضى، اطلع تحرقون بيوتنا وتطلعونا. اسمعني زين، انا بنام هني تعبان وايد، خلني بنام الله يخليك. وبعدين شوف انا ما ابغي تصحيني، ابغي انام على كيفي واصحى على كيفي. عجي راشد الله يخليك، اذا شفتني نايم جيب لي مخده ولحفني. زين مشكور. نايم ولا يدري عن الشركة ولا يدري عن شيء. يحق له الحلال مو حلال شيء يهمه. سوينا فيني. ماني رايحه بيت ناس غرب، رايحه بيت عمي. ادري. تدرين ان اليوم موعد المحكمه علشان القضيه اللي رافعينها علي عيال عمك؟ يطالبون بنصيبهم بورث ابوك، يعني بحقك. لما اعرف من ابوي بطالب بحقي.